بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال للسائل إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به. فإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرماً تحريماً قطعياً، ولا ريب أن من لعن مجتهداً لعناً محرماً تحريماً قطعياً كان داخلاً في الوعيد الوارد للاعن، وإن كان متأولاً كمن لعن بعض السلف الصالح. فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين: التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعناً مختلفاً فيه، لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراماً كان جائزاً، أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه، والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز لعنه، ولا دليل على تحريم لعنه على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنه السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد. فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذا اللعن بالإجماع، قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعن معين من أهل الفضل، أما لعن الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه. وقد تقدم أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل، إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من المنصوص وعلى أنه لا محذور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين،
وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن شيخ الإسلام رحمه الله لما قرر أن الوعيد الوارد في بعض الأخبار يتناول المسائل، يتناول مخالفة المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، أورد اعتراضاً أصلياً، وهو أنه قد يقول قائل: إن الوعيد الوارد في هذه الأخبار مختص بمخالفة المسائل المجمع عليها دون المختلف فيها، وذلك حتى لا يدخل المجتهدون الذين خالفوا في المسائل المختلف فيها في الوعيد الوارد في هذه الأخبار، كما تقدم إيضاحه معنا. وعرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض باثني عشر وجهاً، ووقفنا في درسنا السابق على الوجه العاشر منها. وقد ذكر في هذا الوجه أن بعض المجتهدين يلحقهم الوعيد لا محالة، لأننا إن أبقينا الأحاديث التي فيها وعيد على ظاهرها فإنها تشمل الوعيد في المسائل الإجماعية والوعيد في المسائل الخلافية، وإن لم نبقي هذه الأحاديث على ظاهرها وإنما قصرناها على المسائل المجمع عليها كما يقول المعترض، فإنه يدخل في الوعيد بعض المجتهدين، لأنه ورد عن بعض السلف أنهم لعنوا من خالف في المسائل المتوعد عليها، وهم إن كانوا قد لعنوا من لا يستحق اللعن فإنهم يلحقهم هم اللعن، لأن من لعن ليس أهلاً للعن رجعت اللعنة عليه، فلا بد أن يدخل في الوعيد بعض المجتهدين، سواء أقلنا إن هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد باقية على عمومها، باقية على ظاهرها، أو قلنا إنها إن الوعيد فيها مختص بمخالفة المسائل الإجماعية. وقرر هذا الوجه تقريراً بالغاً، وذكر أنه وجه مفحم لا يستطيع المعترض أن يتخلص منه بأي طريق إلا طريقاً واحداً، وهذا الطريق كما تقدم معنا في الدرس السابق هو أن يقول المعترض: إن الوعيد يكون على اللعن في المسائل الإجماعية، فمن لعن شخصاً مخالفاً، إن الوعيد يكون في اللعن المجمع عليه، فمن لعن لعناً مجمعاً عليه فإنه يكون متوعداً، ومن لعن
لعناً ليس مجمعاً عليه وإنما هو محل اجتهاد فإنه لا يدخل في اللعن. هذا هو المخرج الذي يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمكن أن يكون للمعترض في الجواب عن الوجه العاشر الذي ذكره، وتقدم تفصيل كل هذا معنا في الدرس السابق. ووقفنا عند جواب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المخرج الذي أورده المعترض، فهو يقول ليس له مخرج إلا أن يجيب بهذا الجواب، فإذا أجاب بهذا الجواب فإن هذا الجواب لا يصح أيضاً ويمكننا أن نجيب عليه. ووقفنا في الدرس السابق عند هذا الموطن، وهو جواب شيخ الإسلام رحمه الله على المخرج الذي يمكن للمعترض أن يورده على الوجه العاشر. وقد أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله من ثلاثة وجوه، وهي بداية درسنا في هذه الليلة إن شاء الله، وإن شاء الله سوف ننتهي من هذا الكتاب المبارك في هذا الدرس بعون الله وتوفيقه. فقال: فيقال للسائل، يعني يقال للسائل جواباً عن هذا المخرج الذي ذكره، وقد أجاب عنه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يقال للمعترض: لعن اللاعن لا يخلو من حالين، لعن اللاعن لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون لعناً مختلفاً فيه، والحال الثانية أن يكون لعناً مجمعاً عليه. فأما الحال الأولى وهي إذا كان اللعن مختلفاً فيه، فإنه يجوز أن يستدل بالحديث الذي ورد فيه الوعيد على جواز لعن اللاعن، يجوز أن يستدل بالحديث الذي ورد فيه الوعيد على جواز لعن اللاعن، وذلك لأن المقتضي للعن قائم يعني موجود، وهو الحديث الذي ورد فيه الوعيد. المقتضي للوعيد للعن قائم، وهو الحديث الذي ورد فيه الوعيد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، فكأنه قال: العنوا الواصلة والمستوصلة. وإذا قال: لعن الله الراشي والمرتشي، فكأنه قال: العنوا الراشي والمرتشي. فالحديث محتمل لهذا الأمر. فإذا هذه هي الحال الأولى، وهي أن يكون اللعن اللاعن مختلفا فيه، فحينئذ يستدل على جواز اللعن بالحديث الذي ورد فيه الوعيد، لأن الموجب للعن المقتضي له موجود قائم، وهو ماذا؟ الحديث الذي ورد فيه الوعيد. وهذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد محتمل لجواز لعن اللاعن، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، فكأنه قال: العنوا المحلل والمحلل له. فيكون اللاعن يلحقه الوعيد أو لا يلحقه الوعيد، يكون اللاعن على هذا الوجه يلحقه الوعيد.
والمعترض يقول إذا كان اللعن مختلفاً فيه يلحقه الوعيد أو لا يلحقه؟ يقول لا يلحقه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول في هذه الحال يلحقه الوعيد. الحال الثانية أن يكون اللعن ليس مختلفاً فيه، وإنما هو لعن متفق عليه، متفق على أنه لعن محرم، أن يكون اللعن ليس مختلفاً فيه وإنما متفق على أن هذا اللعن لعن محرم، وذلك بأن يكون الفعل الملعون عليه مباحاً مثلاً، فمن لعن على فعل مباح فإن هذا اللعن مباح أو محرم، هذا اللعن محرم قطعاً، فحينئذ يكون اللاعن في هذه الحال متوعداً بالوعيد أو ليس متوعداً، يكون اللاعن متوعداً لأنه لعن على شيء لا يجوز اللعن عليه، فالوعيد حاصل في ماذا؟ حاصل في الحالين، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، انتبه لكلامه، فثبت أن الدور لازم، يعني ثبت أن الدوران بين هاتين الحالين لازم، لأنه إما أن يلعن اللاعن في الحال الأولى أو يلعن في الحال الثانية، إما أن يكون متوعداً في الحال الأولى أو يكون متوعداً في الحال الثانية، وإذا ثبت أنه متوعد في الحالين فإنه يبطل المخرج الذي أجاب به المعترض. هذا حاصل كلامه رحمه الله، وفي الوجه الأول الذي ذكره عن هذا المخرج، ونحن تقدم معنا في الدروس السابقة أن هذه الوجوه الاثني عشر التي ذكرها رحمه الله وجوه دقيقة جدا وعميقة وتحتاج إلى حسن تأمل وتصور، فهذا الوجه ذكره في قوله إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل، هذه هي الحال الأولى التي سبق الكلام عليها، إن جوزت أيها المعترض أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، والمراد بالظاهر المنصوص ما هو؟ الحديث الذي ورد فيه الوعيد، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من الوعيد، يعني أن الحديث الذي ورد فيه الوعيد محتمل لأن يراد به محل الخلاف، والمقتضي لإرادته قائم، المقتضي لإرادة الوعيد في محل الخلاف هو الحديث وهو قائم، يعني أنه موجود. قال وإن لم تجوز، يعني أيها المعترض، وهذه هي الحال الثانية، إن لم تجوز أن يكون يعني لعن الفاعل من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرماً تحريماً قطعياً، ولا ريب أن من لعن مجتهداً لعناً محرماً تحريماً قطعياً كان داخلاً في الوعيد، وإذا كان داخلاً في الوعيد فهذا هو المراد تقريره، هذا هو المراد، فيدخل المجتهد في الوعيد في الحال الأولى ويدخل أيضاً في الحال الثانية، وبناء على هذا لا يصح قول المعترض بأن الوعيد يكون في لعن اللاعن لشيء لشيء مجمع عليه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ذكره في قوله ويقال له أيضاً إلى آخره، وإيضاح هذا الوجه أنه ليس المقصود
بالوجه الذي بالوجه العاشر الذي تقدم الكلام عليه، ليس المقصود أن نثبت حصول الوعيد وتحققه لكل من خالف الحديث في المسائل الخلافية، فهذا ليس هو المقصود الذي نريده، وإنما المقصود أن نبين أن الحديث الذي ورد فيه الوعيد يدل على حصول الوعيد عند المخالفة، وقد يحصل الوعيد وقد لا يحصل، فيحصل الوعيد إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، ولا يحصل الوعيد إذا انتفت الشروط أو وجدت الموانع، فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن يقال إن الحديث الذي ورد فيه وعيد لا بد لمن خالف هذا الحديث أن يحصل له الوعيد، وإنما المقصود أن يبين أن الحديث الذي ورد فيه وعيد يكون مخالفه متوعداً، وقد يحصل له الوعيد وقد لا يحصل على حسب الشروط والموانع. والحديث الذي فيه وعيد يفيد فائدتين: الفائدة الأولى تحريم اللعن أو تحريم الفعل، تحريم الفعل، لأن مما يستدل به على تحريم الشيء أن يلعن الشارع فاعله، فهو يفيد فائدتين: الفائدة الأولى تحريم الفعل، ولهذا العلماء يذكرون من طرق معرفة المحرم أن يلعن الشارع فاعله. الفائدة الثانية ثبوت الوعيد للاعن، وما ذكره المعترض هو نفي دلالة الحديث على الأمر الثاني، وهو ما هو؟ ثبوت الوعيد للاعن. فما ذكره المعترض هو نفي دلالة الحديث على الأمر الثاني، وهو حصول الوعيد للاعن، وهذا ليس هو محل الكلام والبحث، وإنما محل الكلام هو الأمر الأول وهو تحريم الفعل. وبناء على هذا فإن المعترض إذا التزم أن أحاديث الوعيد للاعن لا تشمل اللعن المختلف فيه كما تقدم تقريره، فقد صار اللعن المختلف فيه جائزا، لأن أحاديث الوعيد لا تشمله. إذا التزم المعترض ما سبق أن قرره من أن أحاديث الوعيد لا تشمل اللعن المختلف فيه، فإنه حينئذ يكون اللعن المختلف فيه جائزا أو غير جائز، يكون جائزا لأن أحاديث الوعيد لا تشمله، فيبطل الأمر الأول الذي أفاده الحديث وهو تحريم ماذا؟ تحريم الفعل. وهذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه إبطال دلالة الحديث، وإبطال دلالات النصوص هذا أمر خطير جدا. واضح الآن ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الوجه؟ فهو يقول الحديث الذي فيه وعيد يفيد فائدتين: الفائدة الأولى تحريم الفعل، والفائدة الثانية ثبوت الوعيد للاعن. وما قرره المعترض هو نفي للأمر الثاني وهو ثبوت الوعيد للاعن، والكلام ليس هنا، فإن هذا ليس محل البحث، وإنما محل البحث هو الأمر الأول وهو تحريم تحريم الفعل.
فإذا التزم المعترض ما قرره فإنه يترتب عليه أمر خطير، وهو أن الفعل المتوعد عليه الذي حصل فيه خلاف لا يكون محرماً وإنما يكون مباحاً، وهذا فيه إفساد لدلالة النص. ثم إنه رحمه الله صاغ هذا المعنى بعبارة أخرى، وهذا على طريقة العلماء المتمكنين، فإنهم يستطيعون أن يصيغوا المراد بأي عبارة لأن المعنى راسخ في أذهانهم، بخلاف من لم يرسخ المعنى في نفسه فإنه يتمسك بالعبارات وكأنه يمشي على الشوك، فإذا خالف عبارة يخشى أن يزل. أما من فهم المقصود فهما جيدا ووضح المعنى في ذهنه فإنه يستطيع أن يصوغه بأي عبارة. وشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كنا لم نتكلم الآن في العبارة التي ذكرها، شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في العبارات عن المسائل والمعلومات، وهي أنه إذا اتسعت العقول اتسعت العبارات، وإذا ضاقت العقول ضاقت العبارات. فمن اتسع ذهنه بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فإن اتساع الذهن ليس بيد الإنسان وإنما هو فضل من الله، والعبد يبذل السبب. من اتسع ذهنه فإنه يستطيع أن يعبر عن المقصود بأي عبارة شاء، بخلاف من ضاق ذهنه أو ضاق علمه فإنه يتقيد بعبارات محددة، وإذا أراد أن يعبر يتكلم وكأنه يمشي على الشوك يخشى أن يزل. فقرر هذا المعنى بعبارة أخرى فقال: أو يقال، يعني أو يقال عن هذا المعنى عبارة أخرى تؤديه، وهي أن المقتضي لجواز اللعن قائم، وهو الحديث الذي ورد فيه الوعيد، وليس هناك دليل يعارض هذا المقتضي، فيجب العمل بالدليل حينئذ لأنه سالم من المعارض، ويجوز لعنة اللاعن، يجوز لعنة اللاعن، وعلى هذا يكون اللاعن داخلا في الوعيد، وهذا هو المطلوب الذي يقرره، الذي يريد أن يصل له شيخ الإسلام، أن اللاعن يكون متوعدا. وبناء على هذا إذا كان متوعدا فإنه لا ينتفي المحذور الذي أراد المعترض أن ينفيه، وهو خشية دخول بعض المجتهدين في الوعيد، فالوعيد هنا حاصل، والمحذور الذي أراد المعترض أن لا يحصل لبعض المجتهدين انتفى أو لم ينتفي؟ لم ينتفي، فهم متوعدون حتى على ما قرره المعترض. ثم قال: وهذا يبطل السؤال، يعني هذا الوجه يبطل الاعتراض الذي ذكره المعترض. وتقدم معنا في الدروس السابقة أن العلماء يطلقون السؤال على الاعتراض، من معاني السؤال الاعتراض، ولهذا يقولون الأسئلة الواردة على القياس يعني الاعتراضات. فقال: وهذا، يعني هذا الوجه يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، يعني انقلب الأمر على المعترض من وجه آخر، فبدلاً
من أن يقرر عدم حصول الوعيد قرر حصول الوعيد. وشيخ الإسلام رحمه الله من أعظم العلماء قدرة على قلب دليل المخالف عليه، ولهذا يقول في بعض كتبه: ما من دليل يذكره المخالف إلا وأستطيع أن أقلبه عليه فيكون دليلاً عليه هو. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. ونحن تقدم معنا في أوائل الدروس أن العلماء يتفاضلون بكثرة العلم وجودته، فبعضهم يجتمع له الأمران وبعضهم يحصل له أحدهما. فهذا الإمام رحمه الله يقول: ما من دليل يذكره المخالف إلا ويمكن قلبه عليه. وهو هنا قلب ماذا؟ قلب المخرج الذي ذكره المعترض عليه وجعله دليلاً عليه بدلاً من أن يكون دليلاً له. فقال: ولو قال، يعني المعترض: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، يعني أستدل على تحريم لعنة اللاعن في مسائل الخلاف بالإجماع على ذلك، وأنه لا يجوز لعن اللاعن في مسائل الخلاف، وإنما يلعن اللاعن في مسائل الإجماع. يقول: إن قال هذا فنقول: الإجماع الذي ذكرته إنما هو الإجماع على تحريم لعن المعين، أما تحريم لعن الموصوف فهذا ليس فيه إجماع، بل فيه خلاف بين أهل العلم، فلا يجوز أن يلعن زيد بخصوصه إذا حلل أو حلل له، لكن يلعن من قام بهذا الوصف وهو التحليل، فيقال: لعن الله من حلل أو حلل له، وهكذا. فيقول: هذا الإجماع الذي ذكرته ليس إجماعاً صحيحاً، لأن الإجماع إنما هو حاصل على بعض ما أردت وهو لعن المعين، أما البعض الآخر وهو لعن الموصوف فهذا لا يدخل في الإجماع. ولاحظ أن شيخ الإسلام، ونحن كما نحرص على أن نفهم مراده، نحرص أيضاً على أن نفهم طريقته في التأليف وفي التفكير، فهو عندما يذكر الاعتراض والجواب ينقدح في ذهنه أن المخالف قد يورد عليه اعتراضاً، فيذكر هذا الاعتراض ويجيب عنه. والوجه الثالث ذكره في قوله: ويقال له أيضاً، يعني يقال للمعترض: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، فهي تدل على منع حمل الأحاديث على محل الوفاق، وأن أحاديث الوعيد تشمل محل الوفاق ومحل الخلاف. أما المعترض كما تقدم معنا فهو يرى أن أحاديث الوعيد مقصورة على محل الاتفاق، فيقول: الأدلة التي تقدمت معنا، وهي الأدلة العشرة، الوجوه العشرة التي تقدمت معنا، يقول: كلها تدل على أن الوعيد لا يختص بمحل الإجماع، وإنما يشمل محل الإجماع ومحل الخلاف. وهي تبطل هذا السؤال هنا، يعني هذه الأدلة السابقة تبطل هذا الاعتراض الأخير الذي ذكره المعترض، تبطل هذا المخرج الذي للمعترض أن يذكره، كما أبطلت أصل السؤال، كما أبطلت أصل الاعتراض. وأصل الاعتراض ما هو؟
أصل الاعتراض أن الوعيد مختص ب أن الوعيد على الوارد في الحديث مختص على المسائل أو مقصور على المسائل المجمع عليها، فكما أن هذه الأدلة تبطل أصل السؤال فإنها تبطل هذا الاعتراض. ثم ورد في ذهنه أن المعترض قد يجيب فيقول: إذا قررت هذا التقرير فقد جعلت دليلاً مقدمةً لدليل آخر، وهذا لا يصلح في باب المناظرة، فلا يصلح في باب المناظرة أن يجعل دليل مقدمة لدليل آخر، لأن هذا فيه تطويل من غير فائدة. فيجيب رحمه الله بأن هذا ليس من باب جعل الدليل مقدمة لدليل آخر، وإنما الدليل دليل واحد، وذلك لأن المقصود شيء واحد، فالدليل دليل واحد ليس دليلاً جعل مقدمة لدليل آخر، وإنما هو دليل واحد لأن المقصود واحد. فلهذا قال، انتبه، قال: وليس هذا، الإشارة إلى ماذا؟ إلى الوجه الثالث الذي ذكره، يعني ليس هذا الوجه من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل، لأنه في من أصول المناظرة والجدل أنه لا يصح أن يجعل دليل مقدمة لدليل آخر، لأن هذا تطويل لا حاجة له. يقول: إنما هو دليل واحد، يعني لأن المقصود واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه، أن المحذور الذي ظنوه، ما هو هذا المحذور الذي ظنوه؟ هو أن أحسنت، هو أن بعض المجتهدين يدخل في الوعيد. يقول: إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين، لازم على الحال الأولى التي ذكرناها في بداية الكلام والحال الثانية، وما دام أنه لازم على الحالين، انتبه معي، فإن هاتين الحالتين تتعارضان، وإذا تعارضتا تساقطتا، ويبقى الدليل سالما من المعارض فيجب العمل به. ولهذا قال: إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين، فلا يكون محذورا. لماذا؟ لأنهما تعارضا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى هذا لا محذور في ذلك، يعني أن المحذور الذي خافوا منه ليس موجودا، فلا محذور في ذلك. قال: وليس، انتبه لكلامه هنا، قال: وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر، وإن كان المطلوبان متلازمين. انتبه معي، يقول: تقدم معنا أنه من أصول المناظرة ألا يكون دليل مقدمة لدليل، لأن هذا فيه تطويل، لأن المقصود واحد. لكن إذا كان المقصود مختلفاً فإنه يصح أن يجعل دليل مقدمة لدليل آخر. ولهذا قال، انظر العبارة، قال: وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب، يعني على مقصود، مقدمة في مطلوب آخر، يعني في مقصود آخر، وإن كان المطلوبان متلازمين، يعني حتى لو كان بين المطلوبين تلازم فإن هذا لا يمنع من أن يكون دليل مقدمة لدليل آخر. وإنما المستنكر ما هو؟ أن يكون دليل مقدمة لدليل والمطلوب واحد، لأن هذا تطويل لا فائدة منه. ثم
انتهى من الوجه العاشر. والوجه العاشر كما تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه من أقوى الوجوه في الرد على المعترض، ولهذا قال عنه: هذا جواب مفحم لا يمكن الخروج منه إلا من وجه واحد ذكره وأجاب عنه. قال الحادي عشر: الحادي عشر أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة. وهذا تقدم معنا، وهو أن العلماء متفقون على أن أحاديث الوعيد يعمل بها في تحريم الفعل، وإنما الخلاف حاصل في ماذا؟ حاصل في لحوق الوعيد. نعم. فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضاً التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد، وأنه قول الجمهور. وهذا تقدم عند الكلام على الدليل الظني، لأنه قسم الأدلة إلى قطعية وظنية، وذكر هذا الكلام عند كلامه على الدليل الظني. قال: وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه الجماعة. نعم، يخالف ما اتفقت عليه الجماعة، وهو ماذا؟ وهو وجوب العمل بأحاديث الوعيد في باب تحريم الفعل، وما عليه جمهور العلماء من العمل بها في باب الوعيد. وفي النسخة الموجودة في مجموع الفتاوى: فلا يقبل سؤال مخالف الجماعة، وفيه سقط، والسداده: سؤال مخالف ما اتفقت عليه الجماعة. نعم. الوجه الثاني عشر: الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقاً أو شهيداً أو صالحاً، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو بمحض مشيئة الله ورحمته. فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها أو من أحدث في المدينة حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أو أجمعين، أو من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا ليس منا، أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد، لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا مستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق الصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعاً من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك، واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فإن نعم. هذا هو الوجه الثاني عشر والأخير من الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو وجه واضح، ومقصوده أن نصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة لا يتحقق مقتضاها إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، فلا يلزم من وجود الوعيد حصوله، هذا حاصل ما يريد أن يقرره في هذا الوجه. ثم ختم هذا الكتاب المبارك بتنبيه فقال: واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فإنما سواها طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظناً أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا تلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المهتدين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ختم هذا الكتاب بتنبيه فقال: واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. والإشارة هنا في قوله هذه السبيل إشارة إلى عدم لحوق الوعيد لمن قام به العذر، أن هذه السبيل وهي عدم لحوق الوعيد لمن قام به العذر،
وبالتالي رفع الملام عن العلماء هي السبيل التي يجب سلوكها، وذلك للأدلة السابقة التي تقدمت وقررها في تضاعيف الكتاب. وهذه السبيل هي السبيل الوسط، وما عداها سبيلان خبيثان. السبيل الأول القول بأن كل وعيد وارد في الكتاب أو في السنة يلحق كل فرد من الأفراد، وهذا فيه تشديد وتغليظ على المسلمين عموماً والعلماء خصوصاً، بل هو كما يقول رحمه الله أقبح من قول الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وذلك لكثرة المفاسد المترتبة عليه. ولهذا قال فساده معلوم بالاضطرار، وأدلته معلومة في غير هذا الموطن. السبيل الثاني يقابل هذا السبيل، وهو ترك القول والعمل بموجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقصر أحاديث الوعيد على المسائل الإجماعية دون المسائل الخلافية، فهذا فيه ترك لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الترك تقدم معنا وأشار له هنا، صرح به هنا، وهو الاعتقاد أنه إذا عُمل بمقتضى هذا الوعيد بأن يشمل المسائل المجمع عليها والمختلفة فيها لزم من ذلك لحوق الوعيد لبعض المجتهدين، فلهذا قالوا لا يدخل في الوعيد مسائل الاجتهاد، وإنما تقصر على المسائل المجمع عليها. ثم ذكر بعض المفاسد التي تترتب على هذا الطريق الخبيث الثاني، وهذه المفاسد أن هذه السبيل الثانية تجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتاب الذين كانوا يغلون في العلماء، فإن صاحب هذا القول قوله فيه غلو في العلماء، لأنه أراد إخراجهم من لحوق الوعيد. والصواب كما تقدم معنا أن الوعيد يشمل مسائل الخلاف كما يشمل مسائل الإجماع، لكن العلماء الذين خالفوا لا يلحقهم الوعيد لوجود العذر الذي يقتضي عدم لحوقهم فيه. هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية أنه يفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق. المفسدة الثالثة أنه يؤدي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل، يعني سوء المآل، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المفسدة الخامسة الرابعة ذكرها في قوله ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالف فيه مخالف، يعني من العلماء ترك القول بما فيه من التغليظ إلى آخره، معنى هذا أن هذا القول يؤدي إلى ترك العمل بالنصوص في المسائل الخلافية، وخلاف العلماء كثير، فيلزم من هذا أن يترك كثير من نصوص الكتاب والسنة. ثم بين أن هذا المحذور الثاني أقبح من المحذور الأول، فقال وإن لم يكن المحذور، يعني من الطريق الخبيث الثاني، من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. ثم أوصى رحمه الله في نهاية هذا الكتاب بأن نؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نؤمن ببعضه ونترك بعضه،
لأن الذين قصروا أحاديث الوعيد على مسائل الإجماع آمنوا ببعض الأحاديث وتركوا العمل ببعض ما تدل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يغفر لهذا الإمام وأن يورثه الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.